متظاهر بصري يتساءل عن استمرار أو أسباب استمرار الفساد بمختلف مفاصل الدولة وكذلك تزايد حالات الانتحار، ويحمل الحكومة مسؤولية ذلك ويقول أين المرجعية مما يجري؟ عمي احنا بساحة الاعتصام، والاعتصام مفتوح، واللي يحب يشارك أهلا وسهلا بي. أرد أناشد الحكومة إلى متى ساكتة؟ الفساد الإداري، فساد مستشفيات، فساد معلمين، كله فساد. ماكو وين ما تروح فساد. شباب تفكر بالانتحار، عندنا شباب انتحرت هواي من وراء الحكومة، بخت من هاي عم والله جاي نفكر بالانتحار. قاعد عمليات تروح على موافقة للاعتصام ما يطي. إلى متى هيك؟ ناشد المرجعية، المرجعية المن ساكتة؟ بس يودونهم للأنبار؟ كلام مهم. متظاهر بصري آخر ينتقد من ينتظر تحريكا أو تحفيزا من البعض لكي يخرج ويتظاهر، ويدعو هؤلاء إلى النزول بسبب الظلم والفقر. شوف الاعتصام يجي يشارك، احنا نقول باقي اكو الناس نقول يمتى ما يطل فلان حكايه والله انا اطلع اليوم انزل للشارع. هذا الحكي ما اعرف هاي شغله حساب لها اللي اشوفها، لان اليوم احنا طلعنا اليوم للشارع، طلعتني مو شخص، انا طلعت يوم للشارع، طلعت من ظلم، طلعت من الفقر، طلعت اليوم من جهتي يوم للبصه، البصه مركوبه، البصه احزابه هواي، واكو احزاب بالبصه احنا جاي نقول تسقط الاحزاب، واكو ناس احزاب، احنا نقول هذول لا يمثلون ها، ونقول لهم احنا بريمتكم. كاليوم انا شاب بصري وكل تعرف جبار، جبار شنو طلعني يومنا للشارع؟ طلعني الضيم، طلعني الفقر، طلعني الجوع، اي خدمات اليوم بالبصه ماكو، وناس تفتح لي ما اعرف شنو. فالبصه الشاب اليوم قبله موقوته، الشاب والله العظيم اقوى من اليوم النازل متظاهر، اقوى من الناس اللي قاعده ببيوتها، الاقوى من الناس يعني الشغل قاعده ببيوتها. لان ليش؟